شنو هي الحلول لتقليل أضرار بعض الأطعمة والمشروبات؟ مثل ما نعرف دائما عندنا الحلويات، المشروبات الغازية، كلنا عارفين هالشي، بس شو ممكن الأشياء اللي نسويها بحيث نحافظ على صحة الأسنان؟ أهلا حبيبتي. طبعا احنا اهم شيء لازم احنا نخفف من استهلاك الاشياء اللي تؤدي الى تلون الاسنان او تسوس الاسنان. على سبيل المثال مثلا الكوفي، مثل ما احنا كلنا نعرف كلنا نحبها، يعني طبعا يفضل انه احنا نخفف استهلاكها. مثلا بدل ما نشرب 3 أكواب كوفي باليوم نقدر نخففها الى مثلا 1 كوب. ايضا ممكن احنا نقدر بعد ما نستهلك هاي الكوفي او اي اشياء تسبب تلون بالاسنان انه احنا ننظف اسناننا بعدها، مثلا مضمضه خفيفه او حتى لو تفريش. التفريش طبعا مهم لازم بعد الوجبه، انه احنا بعد ما ناكل شيء نفرش اسناننا حتى الاكل ما يتجمع على الاسنان. وايضا هم لازم تنظيف الاسنان بالخيط بشكل دوري حتى الاكل مثل ما قلنا ما يتجمع بين الاسنان. وشغله ثانيه هم مهمه، انه احنا صح حتى لو احنا نفرش اسناننا ننظف بالخيط كل شيء نسويه، لازم ما ننسى انه احنا لازم نروح نسوي تنظيف دوري بالعياده كل 6 شهور حتى نحافظ على اسناننا. ما هي اسباب مشاكل اللثه وشلون يتم علاجها؟ خصوصا انه اللثه ممكن تنتج عن هواي مشاكل المريض يعاني منها، مثل النزيف او ممكن الرائحه المكروهه وهاي التفاصيل. طبعا مشاكل اللثه اغلبها تصير عندنا التهاب باللثه. هالالتهاب ممكن احنا ننتبه عليه انه لما نفرش اسناننا اكو دم يطلع، احيانا نحس بطعم دم بالفم، ممكن حتى احنا نشوف انه اللثه مظهرها صاير منتفخ ولونها احمر. طبعا احنا هاي مثل ما قلنا نعالجها اولا احنا كيومي، علاج يومي انه احنا ننظف اسناننا دائما بالخيط والتفريش والمضمضه. وايضا لازم مثل ما قلنا نعالج عند دكتور الاسنان، نروح عند الدكتور ونقول له انه احنا عندنا مشاكل بلثتنا، لانه احيانا تكون اكو تجمعات للاكل وكلس على الاسنان يكون صاير تحت سطح اللثه، احنا ما نشوفه بس الدكتور احنا طبعا الدكاتره حنشوفه وننظفه. واهم شغله ثانيه تاثر على اللثه التفريش، هواي ناس ممكن تفرش بطريقه خاطئه او تستخدم فرشه خاطئه، مثلا يستخدمون الفرشه اللي هي خلينا نقول القويه، وهذا ابد مو زين، وباعتقادهم انه كل ما اقوى الفرشه كل ما احنا حننظف احسن، وهذا خطا. تمام. الفرشه لازم تكون ناعمه حتى ما تاذي اللثه وما تاذي سطح الاسنان. الوقايه تتم مثل ما قلت لك عن طريق احنا عنايتنا اليوميه، يعني احنا تفريش الصبح، تفريش بعد الوجبات، الخيط بعد الوجبات ضروري، ونفس الشيء المضمضه، نستخدم مضمضه تكون خاليه من الكحول حتى دائما لثتنا ما تلتهب وما تطلع ريحه، حتى رائحه الفم الكريهه نقدر نتخلص منها عن هالطريقه انه احنا نمضمض دائما وننظفها.